مشاهدينا الكرام، برحب بكل حضراتكم من جديد. يمكن الفترة الأخيرة شغل بال المصريين على مدار الأيام الماضية الستة قصة الشاب محمد طه عبد العزيز الشهير بريان المنيا، اللي تم استخراج جثمانه بعد مرور أيام من العمل المتواصل في الحفر والتنقيب عنه بعد سقوطه في بئر مياه جوفية عمقه 30 متر بأرض صحراوية. وتم استخراج الجثمان، وحقيقة إن الكل كان متعاطف جدا واستحوذ قصته على دعوات المصري والأهل بالصبر رحمة الله عليه بكل تأكيد. لكن قصة هذا الشاب محمد طه أو الشهير بريان المنيا أكيد فيها الكثير من التفاصيل اللي محتاجين إن احنا نعرفها، لأنه رواد السوشيال ميديا نشروا حاجات كتير، وأكيد قصة مأساوية زي دي محتاجة إن احنا نكون عارفين الصورة الكاملة وإيه اللي حصل بيها تحديدا. عشان كده معانا هاتفيا الزميل حسن عبد الغفار، مراسل اليوم السابع في المنيا، عشان يطلعنا على مزيد من التفاصيل. أهلا بيك، نورنا على شاشة اليوم السابع. أهلا بيك يا حسن. أهلا بيك وأهلا بكل المتابعين. خليني أسألك في البداية، يعني يمكن السؤال الأشهر دلوقتي، إيه اللي حصل بالظبط من البداية؟ لو رصدت الأجواء وقتها، إيه اللي خلى ده يحصل؟ وبعد كده هاخد معاك في تفاصيل لحد ما تم استخراج الجثمان. اتفضل. خلينا نقول اللي حصل. كان حصل تأمين قاضي لكل طه، كان في مزرعة مستصلحة في الظهير الصحراوي في الغرب. هو اسمه طه محمد عزيز حسن، منذ 30 سنة متزوج وعنده طفلين. خرج اليوم ده، كان مساء يوم الاثنين، وخرج يتكلم في التليفون. رجله انزلقت في بئر مياه جوفية بعمق البئر ده 30 متر، يعني هو قطب من 35 ل 30 متر. طبعا في التوقيت ده كان في احد الاصدقاء معدي، فشاف يعني طه اتاخر عن الاصدقاء، فرجع هو يساله فين طه، ندى هو على طه، سمع صوت في البئر، وبالتالي قاموا يعني عمليه الانقاذ بتاعه المبدئيه اللي هما في اول ما يحصل الحدث بداوا عمليه الانقاذ، فانزلوا ليه حد وحاولوا يعني يطلعوه من البير، الا ان هو قبل هو طالع، يعني طلع حوالي من مترين لاربع امتار وسقط تاني بعد ما انقطع الحد. طبعا هم حاولوا التواصل معاه وكلموه بشكل يعني حوالي 6 ساعات بعد سقوطه في البئر، وكمان قيل ان هو المياه وتواصل معاه يعني. بعدها وكان سامعهم، يعني كانوا سامعين صوته تحت، انقطع الاتصال دي خلاص. بدأ بقى يعني هم بدأوا يتعاملوا مع الموقف، وبدأوا يعني طبعا الكل يعرف ان طه وجع، فبدأوا بقى هنا التكاتف ان هم يجوا في المكان، وبدأوا إن هم يتحركوا على المكان. بدأت بقى المعدات والآلات اللي خاصة بالأهالي بدأت تشتغل منذ تلك اللحظة على إن هم يعني يحاولوا إن هم يستخرجوا طه من الـ من من البيت. طبعا الحكاية دي كان فيها برضه قصة، يعني قصة العمل هنا كانت قصة تلاحمية ما بين الأهل، ما بين اهل طه والقبائل العربيه والاجهزه، يعني هنا كنت تحس ان في اسره واحده موجوده داخل المكان. الكل هناك يعني بيتعاطف ويتكاتف وكانهم يد واحده بتعمل في ذلك المكان. طبعا كانت الاسره بالامس طبعا كانت اعلنت طبعا عن الجنازه الساعه 9 صباحا صباح اليوم. وطبعا كان الكلام ده ساعة واحدة، يعني ده كان طول فترة، طبعا الفترة اللي قعدتها قامة في البيت كانت حوالي يعني هي 6 أيام، بدأت مساء يوم الاثنين. طبعا كان بالأمس الساعة واحدة طبعا خرج واحد من أفراد العائلة، وبعد سقوط في الموقع طلب من الأهالي وقال له يعني قدم الشكر هذه الموجودين والاقارب واللي هم شاركوا معاه
في العمل طوال الفترة اللي فاتت، هو اتكلم على ان هم محتاجين بس 5 فضل من اسرة طه، والباقي ينتظر عند المستشفى المنيا العام. وطبعا تم تحديد موعد الجنازة، وتم ان هو كان هيبقى اليوم الساعة 9 صباحا، وطبعا كل خرج من موقع الواقعة. وحتى لكن حتى الآن من عرفت بظروف ما يعني سمعنا ان لسه في الجنازة او الجنازة ما خرجت من الموقع، وان في حفار او اثنين او بعض الحفارات بتعمل في الموقع مرة اخرى، يعني لسه في كلام لسه ما نتعرف عليه حاليا. طيب حسن، احنا شايفين دلوقتي لقطات بنعرضها على الشاشة لشكل البئر من الداخل. انا عايز اعرف لما كنت موجود هناك، هل البئر اصلا سهل الوقوع فيه؟ هل مفيش سور حاجز قبليه سهل الانزلاق فيه؟ لان حسب ما انت بتقول انه كان بيتكلم في التليفون فاتزحلق، المكان كان للدرجات دي خطر؟ يعني ممكن وقع زي كده تتكرر تاني؟ هو خلي بالك، هو الكلام ده كان الساعة 11 بالليل. الظهر بالليل، وطبعا ده ظهير صحراوي، الظهير الصحراوي بقى ظلمه شويه. كمان البئر ده هو من البئر المعدوم، البئر المعدوم اللي هو لا يتم استخدامه. فهو بعد ما تم حفره يعني هو لم يتم استخدامه، هما بيسموه كده، ده البئر المعدوم اللي هو ما بيتم استخدامه. ولذلك هو قيل ان هو بيتكلم في التليفون لقط قدمه، لان فتحه الشبابيك ديت من فوق بتبدا واسعه وبتنزل هي متدرجه بقى، فهو انزلق فقط. كانت البدايه على بعد مسافه تقريبا هو قيل ان هي كانت لما بداوا يرفعوا او 5 متر او 3 متر حاجه زي كده، فبدات تشرح يعني مره ثانيه في الفنيه الفوايه ثانيه عن المكان من الاحتلال. ربنا يرحمه طبعا رحمة الله عليه، وبنسأل يعني الله أن يتغمده برحمته ويرزق أهله طبعا الصبر والسلوان. بشكرك شكرا جزيلا الزميل حسن عبد الغفار مراسل اليوم السابع في المنيا على كل هذه المعلومات، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا. جزيل الشكر لكل حضراتكم على هذه المتابعة الطيبة، دائما ابقوا معنا على مدار الساعة. تحياتي لكم سارة إسماعيل، وفي أمان الله.